انا مثلا بزاف ديال المرات كتجي الفرصه نمشي ندوز العمره مثلا في ندوز العمره في رمضان، ولكن كنقول لا مادام لبا وامي عايشين ما نمشيش انا لهذا، حيت كنبغي نفطر معاهم ندوز معاهم. والان الوالد ديالي بدا يمسك مابقاش كيمشي يقدر يدير التراويح، حنا في البيت الوالدين كنجمعوا الطوابل والصلاه وكنا كنصليو التراويح وكتولي كيتحول البيت لمسجد، فكيفاش بغيتي ما نفرحش بهذه المساله؟